سماحة المرجع السيد صادق الروحاني حفظكم الله، ما هو رأيكم في إقامة الشعائر الحسينية مثال التطبير وضرب السلاسل بالسكاكين أو بغيرها والمشي على النار وغيرها؟ كان النار كله أحسن المشي على النار ما يجوز، يجوز، لكن التطبير والسلاسل الإنسان ذلك أحسن إن لم يكن لازما في هذا الزمان يكون مستحبا بلا كبر. أحسن.